إذا كانت عندك أرض فلاحية خارج المدينة بطبيعة الحال، عندك أرض خاوية باغي تبني فيها شي حاجة، عندك سطح باغي تزيد فيه شي بيت ولا باغي تغطيه، عندك بالكون مثلا، مهم باغي تبني شي حاجة ولكن ماشي بطريقة رسمية. فالفيديو ديال اليوم كيهمك بزاف، ألا هو غادي نتهضروا على كيفاش نستعمل الضلاكيت في البناء ديالي، فخليكم معنا إلى الآخر. إخواني السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد، مرحبا بكم معنا في نهار جديد على قناة غالي لو فلوغ. بالنسبة للناس اللي كيشوفونا دائما، فكما كنذكر جميع الإخوان ما تنساوش سبسكرايب لايك وتفعيل الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. والناس اللي هما متبعينا كنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم، على لي ميساج ديالكم في جميع يعني المواضيع اللي كنتحدثوا عليها، سواء مواضيع ثقافية ولا المواضيع ديال الأفكار والمشاعر. فالموضوع ديالنا اليوم كما كنت هضرت سابقا في هذا الموضوع هذا اللي تهو من لي فيديو اللي كانوا لقى واحد النجاح كبير بزاف، يعني تهو تقريبا وصل لشي 20,000 ديال المشاهدات، الا وهو الضلاكيت. كيفاش نبني بالضلاكيت لي بانو ساندويش؟ لي بانو ساندويش معروفين في السوق، حنا هنا في المغرب كنسميوهم الضلاكيت، هما كيتستعملوا يعني في جميع انحاء العالم، عندهم عده استعمالات، وكنت شرحت يعني في الفيديو السابق، غادي نخلي لكم العنوان ديالو، نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق ديال الوصف اللي بغى يشوف، اللي بغى يعاود يشوفو حيت ما نعاودش نهضر في داك المسائل اللي سبق لي تكلمت عليها. ولكن اليوم يعني الفيديو السابق كنت هضرت على الانواع ديال الضلاكيت، شنو كاين، يعني كاين ديال الربعه، ديال السته، ديال 12 الاستعمالات، كاين ديال السقف، كاين ديال الحيط، كاين ديال التبريد، يعني كاين بزاف ديال الاستعمالات. ولكن اليوم حنا غادي نشوفو الطريقه باش يمكن لك تبني بها، او على الاقل انك تغطي بها، لانه كاين تقنيات كيختلفوا. فاليوم حاولت نجمع لكم بعض الفيديوهات من اليوتيوب، فندوزوا للبيسي باش نشوفوا شنو كاين. فكما كنشاهدوا هنايا يعني في هذا اول فيديو، ملي كنهضروا على الضلاكيت كيخصك تصوب يعني لو سوبور ديالها اللي كتركب فيه، هي كتركب في الحديد. فهنايا كنشوفوا مثلا في هذا الموديل، هذا واحد المنزل، هذا منزل يعني ولو انه كيبان في المدينه، حنايا راه ما عندناكش الحق تبني بهادشي هذا في المدينه، كنهضر الا كانت عندك شي بلاصه في مجال القراوي يعني خارج المدينه بغيتي دير شي حاجه يعني بسيطه. فكنشوفوا هنا انه يعني الاساس كيكون ديال الحديد، الحديد هنا كما كيبان لكم، الاستعمال كيكون ديال الكورنيير اللي كيلصق فيهم الضلاكيت، وفي الجناب يعني كما كنديروا لي بيليه ديال السيما فاش كنبنيو بالسيما، هنا كيمكن يكونوا داك الفير كاري ديال الحديد، واللي هو خصو يكون غليظ واحد شويه. الناس اللي هما خدامين في الميدان لي سودور ولا الناس اللي كيبيعوا الحديد كينصحوا انك تستعمل على الاقل 2 المليم فما فوق، باش كيكون شويه قاصح يعني، وحتى في السقف الا ملي كدير السقف كتقدر انسان يعني انسان كبير 80 كيلو ولا يوقف عليه ماشي مشكل، فيه كيكون كيستحمل الوزن، ولو ان الضلاكيت هي خفيفه ما تقيلاش، ولكن باش البني يعني كيكون شاد راسو مزيان وكيكون ثابت. وهنايا كيكون منزل طبيعه الحال خص تكون الارضيه ديال السيما، خص على الاقل تكون عندك الطبله تكون مصوبه ديال السيما، ولا بحال اللي كيكون عنده السطح راه ديجا مصوب كتركب فيه هذه المسائل هذه. هنا كنشوفوا بعد الفينيسيون، دابا هنا راه ركب الضلاكيت هي البيضه، الحديد تصبغ، كنشوفوا البلاصه ديال الشراجم كتبقى بوحدها، البلاصه ديال البيبان بوحدها، السقف تاهو داو دركب كيجي خارج تقريبا واحد نص متر لهنايا على برا، والفينيسيون من الداخل كيمكن لك ديرها كما بغيتي. هنا كنشوفوا هاد الناس هادو، هما هادو مازالين كيركبوا الجناب، يعني الفرق ما بين السقف من طلع الحديده والجنب كيداروا واحد البلاكيطات ديال البلاستيك، راه كيستعملوهم الناس ديال الالومنيوم باش كتغطي داك الفرق. والخويه اللي كتكون الطريقه باش كتلصق الضلاكيت وحده على وحده ما بيناتهم بجوج، هما كيبانوا الخويات هادوك كيتعمروا بالسيليكون، السيليكون كيستعملوه ني صحاب الالومنيوم. هنا كتشوفوا المنظر كيفاش كيجي، هنايا راه مازال ما تغطاش، مازال ما تفيناش نيشان، ولكن غير انه كلشي ركب الباب ديال الحديد. فيعني بالاساس كنكونوا كنستعملوا الحديد فقط، كنستعملوا لي كورنيير واللي كيكون العرض ديالهم، العرض كيكون كيوازي العرض ديال الضلاكيت اللي هي على الاقل كتكون يعني ما بين 4 حتى 6 ديال السنتيم على حسب الحراره. والمميزات ديال الضلاكيت هو انه ما كتدخلش الحراره، فبالاخص الناس اللي ساكنين في شي بلايص اللي هما فيهم السخونيه بزاف، ولا حلوه في العروبيه في الصيف، معروفين ان الديور ديال التراب اللي كيتبنوا في العروبيه كيكونوا باردين في الصيف وسخانين في الشتاء، فالضلاكيت هي نفس الشيء. ف
فهي في الصيف ما كتدخلش الصهد نهائيا، وداكشي علاش كتستعمل في الغرف ديال التبريد في الفريغوات، كيكونوا بنين بالضلاكيت، مي كتكون كبر من هذه 15 سنتيم. هنا كنشوفوها هذا يعني السيبور ديال الحديد كيفاش، هادو الجعابي هذه الضلاكيت كما كتشوفوا هذه كيكون السطح ديالها ملس، هي اللي كتستعمل في الحيوط، واخرى اللي كيكونوا فيها الخويات كتستعمل في السقف. فكيبقى الاساس كله هو انك تعرف تصوب هذا الهيكل ديال الحديد، انك تصوبه مزيان باش يطلع بهذا الديكور هذا. هنا كتبقى تتمع الميت ديال السودور اللي كيخدم لك هذا الشيء هذا، والمساله راه بسيطه، كدير الحديد يعني غليظ شويه، هانتوما كتشوفوا كيديروا لي سيبور كاملين، ومن بعد عاد كنلصقوا كنلصقوا الضلاكيت. هنا كنضربها بينا مزيان، كتصوب الباصه ديال البيبان، الجناب، السقف حتى هو السقف كيديروا غير الحديد ديال كيديروا الجعبه اللي كتكون على شكل مستطيل، هي اللي كدار كيلصق عليها الضلاكيت. والضلاكيت عندها واحد ليفيس ديالها خاصين، ملي كتشريها ملي كتشري الضلاكيت كيعطيوك ليفيس ديالها يعني معاها، كاين واحد ليفيس اللي كيخترقوا الحديد باش باش كتلصق. هنا كتشوفوا هذا السيد كيفيني بالسيليكون الجناب باش ما يدخلوا لا ما لا حتى شي حاجه، عاود السيليكون وكتدور عليها كامله كتشدها. بالنسبه للداخل هنايا غطاوها بالبابي با، ها هو كما كتشوفوا البابي با، داروا حتى كاع الضو، ها هو حتى الضو كاين كيدوزوه للداخل، ولكن هو الاحسن كدوزو غير بواحد البلاكيطه ديال البلاستيك من برا. هنا كتشوفوا هنا لافابو تحطات في الارض، ها هنا داروا الزليج، نفرضوا اللي عنده حلبه في السطح راه ديجا كيزلجو، واللي كان داير الطبله راه كيمكن له يزلجها. يعني ملي كتشوفها راه تقول دار، ما تعرفش ملي كتشوف البابي با ما تعرفش من اللور واش كاين ضاله ولا كاين طوبيه ولا كاين ياجور ولا. هنا كتشوفوا هو داك الجليج في الارض، هنايا الحيط مازال ما داش فيه البابي با، مازال كيبان كيبانوا الشراط ديال الضلاكيت. والسقف كذلك دابا كما كتعرفوا انه تا هو كيركب سو بلافون، كيركب فواحد هذا السو بلافون ديال القبس، ولكن كيركب فواحد البلاكيطات ديال البلاستيك. يمكن تجي شي فيديو اخر ندير لكم الطريقه باش كيركب، مي المهم الناس ديال القبس راه كيعرفوا التقنيه هذه، كيمكن له يتغطى، يعني ما تقولش غادي يبقى يبان لك السقف ديال الحديد ولا. هادو هما دوبناو بحال ان دوزيام ايطاج، هنا نفس الشيء، هما دو داروا بابي با في الحيط كما كتشوفوا، هو هذا هنايا بابي با. دابا البابي با كاين اشكال والوان، هنا عاوتاني واحد الشكل اخر كنشوفوا هنا الجناب، هنا كنركز على الجناب حيت التقنيه كتختلف من واحد لواحد. هنا كنشوفوا ان هاد لي بارير اللي راهي كيصبغ دابا بالبيض، هذا الفير كتشوفوا هاد الجعبه كاري، هادي غليظه، كاين اللي ما كيستعملش هاد الجعبه هادي، هادي الصراحه مزيان انك ديرها باش كتقوي داك لا ستركتور ديال الحديد. كاين اللي كيدير غير سميتو الكورنيير، كيديروا غير الكورنيير، ولكن ملي كيجي البني شي شويه قليل، هما كيبغيو يقتصدوا على الحديد، ولكن الصراحه كتجي القضيه شويه ضعيفه، فاحسن حاجه هي الواحد يدير هاد البيليات هادو، بحال كتقول كدير شي بيلي ديال السيما، حديد كاري وعلى الاقل يكون 2 ملم ديال العرض، كتركب فيه كورنيير من هاد الجهه وكورنيير من هاد الجهه باش عليهم كتنزل كورنيير، راه هي اللي كتجي هكا. المهم الناس الحديد راه كيعرفوا هاد الشيء هذا. هنا كنشوفوا المنظر هنايا قبل ما كيركب، قبل ما كنركبوا الضلاكيت، انا ركزت على الحديد لانه الضلاكيت راه كلشي كيعرف يركبها، كتنزل وحده على وحده على وحده وصافي، كتكون عنده بحال واحد السكه كتنزل وحده على وحده وكتفيسيها، ولكن الاهم هو داك لا ستركتور ديال الحديد كيفاش خاصها تصوب، لانه كاين اللي ما كيعرفش يصوبها، كتجي شي حاجه شويه ناقصه، كاين اللي كيحفر ليها في الحيط، كل واحد شنو كيدير. بالنسبه في الارض راه كتكون فيسيه هذوك لي كورنيير، يمكن لك دير تحت منهم واحد الجعبه كتكون فيسيه مع الارض، ولا هذوك لي كورنيير النيت اللي كتكون نازله في الارض تفيسيها حتى هي تقريبا كل نص متر، كدير واحد الفيس يكون لاصق في السيمه مزيان. وهذوك ديال الفير كاري ديال الجناب كيمكن دير لهم اربعه البولونات تلصق، المهم كل واحد كيفاش كيلصق، يعني المهم انها تكون لاصقه بالبولونات ماشي غير كتنزل، كاين اللي كيحفر ليها كاع وكيدير ليها يعني شي حدايد خارجين، بحال فاش كتلصق شرجم الحديد في الحيط، كدير ليها داك جوج ديال الحدايد هكا خارجين وكدير لهم السيمه. لا ميم شوز هنايا كيمكن لك ديرها يعني تكون داخله في الارض، ابري كتحط الضلاكيت وحده 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 وحده، هما كيكون فيهم متر ديال العرض، كتجي وحده على اختها على اختها، ولا جا شي وحده فيها اقل كتقطع عادي.
هنا كنشوفوا هما دوك كيقادوها. انا هنايا كما قلت لكم كنركز لكم على الحديد، لا ستركتور ديال الحديد هي الاساس باش تكون البني يكون صحيح. داك الساعات راه بحال بني بالبيطون ولا، والضلاكيت ملي كتكون غليظه هنا كنشوفوا هو كيسودي الكورنيا، يعني راه دار العرض كله وكيسودي الحديد. هي كتبان هنا في الارض الكورنيير كي دايره ولاصقه عليها الضلاكيت، يعني المساله كلها كتكون في السدور، يعني السدور اللي يصوب هذا الشيء هذا خصو يكون يعني فنان يكون كيتقن هذه المساله هذه. هنا كتشوفوا ها هو دا بني كبير. هنا يمكن غادي تلاحظوا انه ما كاينش داك الفير كاري اللي قلت لكم في الاول اللي كيدير بحال لي بيلي. هذه تقنيه اخرى حتى هي راها مزيانه كتصوب، ولكني ما يمكنناش نقارنوها بقبيله. هذاك البني قبيله صحيح مزيان، هذاك مكتب ديال الهندسه، هذاك السيد المهندس عارف راسو اش كيدير يعني تقني. هذا حتى هو راه مزيان، ولكني المهم ماشي في يعني في الصلابه ديال الاخر. داك انت بحال دابا ديرو فشي سطح ولا فشي حاجه، خصو يدير شي بني صحيح ولا لا كان الريح ولا. والضلاكيت في الشتاء راه كاع ما كتدخل، كاع ما كتسمع الشتاء، يعني كتكون غليظه ديال السته كطيح عليها الشتاء ما كتسمعش، ما كتسمعش يعني بحال الزنك تسمع داك طق 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 طق، لا ما كتسمعش. وبيان سور السقف كتكون فيه شويه واحد لابونت، لابونت خفيفه باش الشتا كطيح. هنا يعني اكدت على هذا السيد ها هو دا كيسودي من بعد ما داروا الجعابي ديال الحديد ولصق عليهم الهيكل. هذه البلاصه اللي غادي فيها الباب، يعني اللي تحت تلصق غير الباب، الفوق غادي تلصق الطرف ديال الضلاكيت، هو دا كيدير له الكورنيير ديالو وكيتسودي. خص السدور يعني كاع ما يتشطر على السدور، المساله تكون مصوبه يعني بتقنيه. كتشوفوا المساحه شحال كبيره، ما كاينش مشكل في المساحه. كيتبنى به البرومي ايطاج والدوزيام، يعني السفلي والبرومي ايطاج ما كاينش مشكل. يعني وهاد التقنيه مخوضه بالطريقه باش كيتصوبوا لي كونتينر الحاويات، هذوك الحديد ديالهم صحيح، وهذوك في الجناب ديالهم كيكون فيهم واحد الفير كاري، ولكن هذاك ثقيل مزيان لان كيستحمل الثقل. راني كنت فسرت هذه القضيه في الفيديو القادم، يمكن لكم ترجعوا باش تاخذوا المعلومات اكثر. هنا كنشوفوا ها هما دو كيلصقوا الضلاكيت. هنا كيبان لكم راه فيها متر في العرض، كتجي متر متر متر، البلاصه ديال الشرجم كتقطع وتلصق غير طرف اخرين. يسودي الفوق هنا هو دابا بحال دابا تلصق الضلاكيت من التحت ومن الجناب، وعاد كيسودي لها الحديده من الفوق. دابا هنا كل واحد كيفاش كيفيني، هنا فاش الواحد شي مرات كيتخربق كتشوف كل واحد كيصوب بطريقه، ما هي في الاصل راه بحال فاش كنديروا البني. يعني البني كاين اللي كيبني الصندوق كيطلع البيليات وكيدير الطبله الاولى والثانيه، وعاد كيبدا يبني بالياجور. وكاين اللي العكس، كاين اللي كيدير الطبله وكيدير البيلي غير حد البرومي ايطاج وكيطلع السور عاد كيدير الطبله، راه هي اللي دايره تخينا. هذا ها انتم كتشوفوا هذا ديال السقف، ديال السقف كيكونوا فيه داك الخويات باش كيهبط معاه الماء، كدار واحد لابونت خفيفه. هذا كيلصق على الجعبه، داك الجعبه المستطيله اللي كتكون حتى هي مسوديه من الفوق، كيلصق عليها بالفيسات، وداك الفيسات كيكونوا ايطونش يعني كاع ما كيدوزوش حتى. وكيمكن لك تزيد دير لهم حتى هما الكولا ولا دير لهم سميتو دير لهم السيليكون باش كيلصقوا مزيان. والبلاصه اللي كتكون منها الحيط تما كيديروا داك الكاريت اللي كيلصق بالسخونيه ديال الزفت. يعني انا حاولت في هذا الفيديو هذا انني نوصل لكم يعني ما امكن الطريقه ديال داك لا ستركتور ديال الحديد كيفاش كتكون، اللي هي الاساس بغيت نوصل في هذا الفيديو هذا. لما تمكتم الضلاكيت يعني راه كتلصق وحده على وحده، مساله باينه. فنظن انكم الاخوان تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا. الى شي واحد سبق له جرب هذه القضيه نبغيكم تشاركوا معنا التجربه ديالكم، صيفطوا لي التصاور اللي درتوا شي حاجه ونهضر عليها في فيديو اخر، نبين التصويره ديالكم اللي دار شي تغطيه ديال السطح ولا ديال لاكور ولا شي حاجه يبينها لنا، نشاركوها مع الاخوان ومع الاصدقاء. تبارك الله عليكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.